مسؤوليه حكومه منح الترايكا، سوء التصرف، سوء التسيير، اهدار العام، الفساد اللي بصر، عدم الكفاءه، كلها عوامل اللي خلت البلاد توصل لمثل هذه معنى الحاله. النقطه الاخرى المهمه جدا بالنسبه للجبهه الشعبيه، هو اذا كان اليوم ثم الازمه هذه، اذا كان ثم الازمه اللي هي التركه خلت حكومه التركة كيفاش باش نواجهها؟ ثم ازمه ونواصلوا في القديم في الطرق القديمه، راس الهمده لعائشه، ارجع مباشره ثقل الديون على البلاد، زيد في الاسعار، نقص في منها في الدعم، زيد في الاداءات، معناها وانت ماشي وداوني بالتي كانت هي الداء. هذا هي الطريق، والطريق هذايا في الحقيقه المسناه من كلام سي المهدي جبل، راهو انساو الانتدابات في الوظيفه العموميه، رانا ربما نمشيو في الاتجاه معناها نتاع نعدلوا الدعم، ورانا انا ماشيين باش نعملوا دور البرة لموا في منها الفلوس، وراح لازم في منها تضحيات. الطريقه هذه وكان اعطات عقلها راهي اعطات عقلها قبل، لان يعني الطريقه هذه هي اللي عاشوها التوانسه وقت بن علي، وثاروا ضدها التوانسه وقت بن علي، وهذا هو الطريق اللي مشات فيه كل الحكومات المتعاطي له بعد 14 منها جانفي، وهيك تشوف وين وصلنا. لكن الجبهه الشعبيه تشوف ثم طريق اخر. شو هو الطريق الاخر؟ الطريق الاخر اللي هو نبدلوا توجهاتنا، او نبداو نبدلوا توجهاتنا ونخموا في وسائل اخرى ونبدعوا وسائل اخرى لمواجهه الازمه هذه في اطار الاهداف نتاع الثوره اللي قام بها معناها الشعب التونسي. ونبداو نخموا كيفاش نخرجوا بلادنا حقيقه من الازمه، وكيفاش نخرجوا شعبنا من الفقر ومعناها البؤس. هذا هي طريق معنى اخر. سمح لي جمعه او بعض المسؤولين تحدثوا على امكانيه اجراءات مؤلمه، واللي نسمعها برشا كلمه اجراءات مؤلمه. الجبهه الشعبيه تقول عوض اجراءات مؤلمه على حساب تونس وعلى حساب شعبها، نحن محتاجين الى اجراءات جريئه لفائده تونس ولفائده شعبها. نقطه واحده فقط من الكلام اللي جبدوا سي مهدي جمعة، قال نحن مش نمشوا الدبلوماسية الاقتصادية، قال مش نمشوا دور ولموا الفلوس. الجبهة الشعبية تشوفوا أن طريق الاقتراض هذا وكان فات راه فات قبل، هو في حد ذاته تحدث على 13000 مليار مليم. إيه هالسلف هذا الكل، هالفلوس هذه الكل وين وصلت للذات؟ هاي وصلتنا كامل، هاي ما حلتش المشاكل. اي اذا كان نزيدوا نتسلفوا باش نحلوا المشكله، تعرفوا المثل الشعبي التونسي شو يقول لك؟ يقول لك اللي ميرسي نتاع غيره عريان، واللي نتسلف زاد عريان. راه الدبلوماسيه الاقتصاديه باش نمشوا نلموا الفلوس، وانما نحن نراو ان الدبلوماسيه الحقيقيه في ظروف كيما نتاع اليوم هي نمشوا لها مش باش نقول لهم سلفونا، نمشوا لها باش نقول لهم يقعدوا تسلفونا اصبروا علينا. تعليق المديونيه، يقعدوا تسلفونا اصبروا علينا. تونس في 23 سنه تحكم بن علي تسلفت حوالي 41 مليار دينار. قداش رجعت؟ رجعت تقريبا 48 مليار دينار. معناها اعطينا الاصل وزدنا حوالي 7 مليار دينار فائده. اش وكما تلاحظون نحن صرنا هذا المشروع البديل على جمله من الشعارات، جزء منها يقول لا وجزء بنا يقول نعم. لا للتقشف، لا للمديونيه، لا للإملاءات الخارجية، ولكن نعم للاعتماد على القدرات الذاتية، نعم للاكتتاب الوطني ضمانا لاستقلالية القرار التونسي الوطني، نعم لاستعادة الدولة لدورها الاستثماري
والتشغيلي. هذه شعاراتنا التي قادتنا إلى جانب مبادئ عامة أسسنا إلى جانب جملة من المبادئ العامة اللي نستعرضها معا اعتمدنا عليها لصياغة مشروع البديل لميزانية 2014 الذي يؤكد دور الدولة الحيوي والمباشر. والمقصود من هنا هو وضع حد لاستراتيجية الليبرالية التي تسعى إلى يعني تخلي الدولة تدريجيا عن دورها الاقتصادي والاستثماري والاجتماعي لفائدة السوق. تتفكروا انتم هيك القائمة من تربية 27 يعني مؤسسة اللي يعني البنوك يعني طلبتها بما يقارب 5000 يعني مليار، والقائمة هذه وقفت في 127 لأنه بداوا بشيء يعني بعدمة 3 مليارات. ويعني البنوك هذه الخسائر نتاعها يعني توصل الضعف يعني الرقم هذايا، وفي الحقيقة 10000 مليار. اليوم هذه البنوك تطالب يعني الشعب التونسي باش يعني يتحمل تبعات يعني سوء التصرف نتاعها بتمويل بإعادة يعني رسمنة يعني يعني بإعادة رسمنتها، وذلك يعني على وفق يعني رزنامة هو تم رصد في قانون المالية التكميلي لسنة 2013 500 مليون دينار، وقانون المالي لسنة 2014 رصد كذلك نفس المبلغ 500 مليون دينار، وهناك نية يعني رصد يعني 250 مليون دينار يعني سنة 2015 في جملة 1250 مليار. نحن نرفض هذه العملية، وخاصة أن عملية التدقيق يعني ليست اللسان النيجيرية، ونجهل تماما شنو يعني ما هو مصير هذه البنوك، خاصة أنه عن هناك يعني أصداء عن نية يعني دمج في بنك واحد يعني أعدادا للتفويت اللي فيها للقطاع الخاص يعني المحلي أو الأجنبي يعني في أجال معينة. منحة البطالة يعني اللي تشمل 170 ألف من أصحاب الشهادات في حدود منحة شهرية بحوالي 200 دينار. نعم هذا مطلب فهمتني قديم اشتغلت عليه يعني المركزية النقابية لحد عام تونسي للشغل، وهو يعني مطلب اليوم احنا ندعمه ونعتبر كونه يعني العاطلين عن العمل اليوم في حاجة ل يعني هذه يعني المنحة، ولكن وفق آلية يعني هي ماهيش يعني عملية يعني اسيستانس يعني سوسيال، هي هو حل يعني ظرفي مشروط بآلية. بالنسبة لموارد الميزانية عندنا موارد بدائية، نعرف اللي ثم عنوان أول فيه الموارد الذاتية. الموارد الذاتية تتكون من الموارد الجبائية والموارد غير الجبائية. الموارد الجبائية قيمتها 20500 دينار في عوض 17081 دينار في ميزانية الحكومة. الموارد غير الجبائية 2500 مليون دينار، اقتراض داخلي 5000 مليون دينار. وتلاحظوا لهنا أنه اعتمدنا على اقتراض داخلي ولكن ليس هناك اقتراض خارجي تطبيقا للمبدأ اللي قلناه لإلغاء المديونية. ثم حسابات الخزينة 1000 مليون دينار ما يساوي جملته 29000 مليون دينار. هذه الموارد 100%. بالنسبة للنفقات عنا التأجير ب 10500 مليون دينار،
الوسائل 800 مليون دينار، الدعم 4600 مليون دينار، التدخلات الاجتماعية 600 مليون دينار، منحة بطالة 400 مليون دينار، نفقات التنمية شوفوا الأهمية نتاعها لهنا 8150 دينار، قلنا ما يساوي 40% من مجموع الميزانية، ونفقات حسابة الخزينة 1000 مليون دينار، وأخيرا خدمة الدين الداخلي 2950 مليون دينار، أي مجملته 29000 مليون دينار. من جهة العنوان الأول اللي فيه الموارد الذاتية، الموارد الذاتية هي تتقسم إلى موارد جبائية وموارد غير جبائية. الموارد الجبائية قيمتها 20500 دينار عوض 17081 دينار. احنا ما انطلقناش من عدم في الميزانية هذه، انطلقنا من الميزانية اللي عملتها الحكومة السابقة، لأنه ثم مداخيل أساسية تبقى ديما موجودة، يعني المداخيل مثلا متأتية من الأداء على القيمة المضافة ومتأتية من الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، هذه مداخيل ثابتة. شنو عملنا؟ عدلنا، أخذنا 17081 دينار، وبما أن ألغينا مجموعة من الإجراءات اللي جاء بها قانون المالية لسنة 2014 بقيمة 336 دينار، ألغيناها أطرحناها من 17081 مليون دينار، ثم أضفنا للمبلغ هذايا المردود متاع إلغاء تخفيض في نسبة الضريبة على الشركات من 30 إلى 25% بقيمة 140 مليون دينار. و في جملة المقترحات متاعنا سن ضريبة استثنائية لسنة 2014 على مرابيح سنة 2013 على الشركات التي تعمل في القطاعات، في قطاعات الاتصالات، التوزيع في المغازات الكبرى، القطاع المالي وقطاع الطاقة، هذه ضريبة استثنائية بنسبة 5% ورابطة 3050 مليون دينار، محاربة التهرب الجبائي وإعادة النظر في المقاييس وإجراءات التمتع بالنظام التقديم. النظام التقديري هذايا ثم تقريبا 400-500 ألف مطالب بالضريبة من تجار وصناعية يخضعوا للنظام هذايا، والنظام هذايا قعد بن علي وجاءت الحكومات اللي بعده تدخل في ترقيعات عليه وما حاولتش تعالجه، معناها معالجة جدية، اللي هو 10500 مليون دينار. ولكن المقترح هذا كان بدون يعني تشغيل إضافي، وهذا حتى اللي صرح به رئيس الحكومة المؤقت مهدي جمعة، يقول إنه مثلا ماش إمكانية التشغيل ولا الانتدابات إضافية في الوظيفة العمومية. المحروقات وبالطبيعة خاصة وقت نحكوا على أسعار المحروقات أو الترفيه في أسعارها، ما يخفش عند المحروقات فقط، راهو يزيدوا في المحروقات، يزيد في النقل، يزيد في تكلفة الإنتاج، يزيد في برشا حاجات، وبالتالي ثم سلسلة كاملة تاع أسعار نشوف في امتدار دفع، وبالتالي في هذا باش يأثر مباشرة على المقدرة الشرائية. الدولة اللي هي تولي القاطرة بتاع الاقتصاد، الاستثمار الخاص المحلي ولا الأجنبي.